نحو 7 أشهر مرت على بدء الحرب في قطاع غزة، وهي الحرب التي كانت ولا تزال فاتورتها الاقتصادية باهظة على نحو واسع، حيث ألحقت دمارا شبه كامل بالقطاع الذي يرزح تحت وطأة معاناة لا تنتهي. وفي هذا الإطار، خلفت الحرب تأثيرات اقتصادية واسعة على الاقتصاد الفلسطيني، أفقدته مقوماته الرئيسية وضربت عماده، لا سيما فيما يتعلق بالبنية الأساسية.